مساء الخير كل مشاهدي قناة ميسات وحلقة جديدة من برنامجكم نبض مصر. حلقتنا النهاردة حنناقش فيها التسريبات الخاصة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية اللي انتقدوا عدد كبير من الحقوقيين ورؤساء منظمات حقوق الإنسان ومسؤولي الجمعيات الأهلية. مشروع القانون ده اللي أعلنت عنه مؤخرا وزارة العدل تمهيدا لطرحه على مجلس الشورى لإقراره. المنظمات والجمعيات أكدت أن القانون الجديد يضع شروطا تعجيزية للقائمين على عمل المنظمات والجمعيات الأهلية ويمنح صلاحيات غير منضبطة على حد قولهم لموظفي الشؤون الاجتماعية في الرقابة على الجمعيات، بل يحول موظفي الوزارة إلى مخبرين. احنا هنناقش الموضوع ده بالتفصيل مع الناشط الحقوقي الأستاذ شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني. أهلا بيك أستاذ شريف، مشرفنا ومنور. بداية أستاذ شريف، حقيقة ما تردد حول تقديم وزارة العدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى عشان يتناقش، الكلام ده إيه مصداقيته؟ في الحقيقة النهاردة في تصريح لوزير العدل نفى فيه أنه قدم مشروع خاص بالجمعيات الأهلية، ده موجود على المواقع الإلكترونية، لكن مع ذلك في كلام حوالين تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي، مش بس من دلوقتي، احنا من 2002 فبراير 2002 وقبل كده كمان من بعد الثورة دايما كل شوية يتم الكلام حوالين تعديل القانون ولجان تنعقد من الوزارة، وكان مجلس الشعب قبل حله بحكم الدستورية العليا لجنة حقوق الإنسان داخل المجلس كانت بتقوم بمناقشات لتعديل القانون، واستضافت عدد من ممثلي المنظمات الأهلية، احنا كنا حضرنا أكتر من قعدة، وطلعت بمشروع خاص بتنظيم العمل الأهلي كبديل عن المشروع الحالي اللي هو صدر سنة 2002. فإحنا قدام مجموعة عدة مشاريع مش مشروع واحد في الحقيقة، يعني من 2002 لغاية النهاردة في مشروع صدر على لجنة حقوق الإنسان من مجلس الشعب المنحل، وفي مشروع صاغته عدد من منظمات حقوق الإنسان وتوافقت عليه وتوافق عليه عدد من الجمعيات الأهلية، والمشروع اللي كان في لجنة حقوق الإنسان أخذ بعض المواد من هذا المشروع من مشروع منظمات الحقوقية، وفي مشروع حكومي اللي كل شوية عمال يعني بيزيد تقييد للعمل الأهلي، تمام، سواء في السلطات المعطاة للموظفين الوزارة، وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي الجهة الإدارية اللي أعطاها القانون حق مراقبة الجمعيات الأهلية والموافقة على الترخيص بيها وحلها كمان إذا لزم الأمر. ففي الحقيقة أنت عندك مجموعة مشاريع، للأسف الكلام المصرب حوالين الآخر نسخة من المشروع بيحمل نفس الفلسفة، فلسفة تقييد الجمعيات الأهلية. المفترض أن الجمعيات الأهلية دي مبادرات مدنية تتم المواطنين المصريين، فانا ما عرقلش او ما حاولش اصعب من المهام الخاصه بيهم، هم بيقوموا بنشاط في عدد من المجالات، سواء التنميه، سواء حقوق الانسان، سواء رعايه المسجونين، في 17 ميدان يمكن ان تعمل فيهم الجمعيات الاهليه. المشكله ايه بقى؟ انا رايي ان المشكله انه سواء المشروع الحالي او حتى القانون 84 فلسفته اساسا تقييد العمل الاهلي مش ديمقراطيه العمل الاهلي. في منظورين، اما انا اسمح للعمل الاهلي ان هو يشتغل وينمو ويساعد الحكومه، انظمه، ما حدش ضد التنظيم، لكن انما المشكله ان القائم حاليا مش تنظيم العمل الاهلي، ده اجهاض للعمل الاهلي واشغاله يوميا يجي يعمل اي خطوه، الجمعيه عشان تعمل اي خطوه لازم ترجع للموظفين الجهه الاداريه، مش الترخيص نفسه لازم تاخد موافقه من الجهه الاداريه، وفي الغالب بيتم رفض الترخيص وتلجا للقضاء بعد ذلك. حل الجمعيه نفسه بيتم بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، واحنا عندنا حالات كتيرة تم فيها حتى استخدام هذه الرخصة ضد منظمات حقوق الإنسان وجمعيات أهلية عادية جدا. أنا رأيي احنا محتاجين نتكلم عن المنظور التاني، انت إذا كنت عايز تسمح للعمل الأهلي ان هو ينمو ويستمر ويساعد الدولة في أداء دورها، تمام، وخاصة احنا عندنا عمل أهلي قديم قوي من القرن الـ19، تمام، وما كانش في قانون بالمناسبه ولا كان في وزاره، وكان عمل الاهلي ده كان بيساهم في بناء مستشفيات ومدارس وحاجات كتير تنفع المواطن المصري، لكن المصر ما كانتش بتحكمه اي قوانين، ما كانش بتحكمه لا اي قوانين، كان مجموعه مواد، عدد من مواد القانون موجوده في القانون المدني، كان لا تزيد عن 20 ماده هي التي تحكم عمل هذه الاشكال الاهليه. لكن طبعا لما جت الوزارات المختلفه والحكومات كل شويه بتسعى لتقييد العمل الاهلي، وكان ابتدت القوانين تصدر من سنه 49 ثم سنه 64 بعد ثوره يوليو 32 سنه 64، والقانون ده استمر فتره طويله جدا، وكان طبعا يعني مليء بالقيود على الجمعيات الاهليه، وقانون سنه 99
153 وحكم بعالم دستوريته في سنة 2000، وحاليا بيحكمنا القانون 84 سنة 2002. طب أستاذ شريف، البعض يقول إن مشروع القانون تم إعداده سرا، ما مدى مصداقية هذا الكلام يعني؟ في الحقيقة انا ممكن اتفق مع هذا الكلام، لانه لم يحصل تداول بشان اي مشاريع العمل الاهلي مع الجمعيات الاهلية المختلفة ومنظمات حقوق الانسان بعد الحوار اللي عقدته لجنة حقوق الانسان داخل مجلس الشعب السابق. من ساعتها كل شوية بنسمع اخبار، ما شفناش مشاريع، ما فيش مشاريع طرحت على الرأي العام. وبالفعل كان ده سؤالي اللي جاي، هل شارك في صياغته اي ممثلي منظمات المجتمع المدني؟ لا لا، المبادرة الوحيدة اللي اتعملت باللجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب هي نظمت أكتر من جلسة استماع وحضر فيها ممثلين الجمعيات ومنظمات حقوقية وقدموا وجهة نظرهم وقدموا مشروع للجنة، واللجنة أخذته في الاعتبار. ما بعد ذلك، ده كان بيتم في 2002، ما بعد ذلك لم يحدث هناك أي مبادرات لسماع وجهات نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى في حال سماع بعضها انا رايي ما بيتخش وجهه نظرها في الاعتبار. يعني المشكله ان احنا عندنا حوار من طرف واحد، احنا عندنا جهات داخل الحكومه، الجهه الاداريه ها، وبمستشاريها بتوجهاتها المقيده، هي كل شويه كمان بتعدل في يعني ده المشروع اللي صدر في 2002. المشروع الحالي مختلف عن هذا المشروع، انت كل شويه تفاجئ المجتمع بمشروع مختلف يحمل مزيد من القيود، حتى ما فيش مشروع. انا فتشت على الانترنت، مشروع 2002 ده تقصد سيادتك اللي هو مشروع 84؟ لا 2012، انا اسف، المشروع اللي معايا ده 2012. 2002 ده اللي هو القانون الحالي اللي هو 2002 اللي هو 84. في مشروع ظهر سنه 2002 ونزل على المواقع الالكترونيه، ده هو نسخه المشروع، تمام، برضه يحمل نفس المواد التقييديه في موضوع الترخيص. في موضوع الجديد بقى في المشروع الحالي، الملامح اللي احنا اللي هي تسربت لينا من الاعلام وكده، انه في الحقيقه في عدد من المواد، منها ان انت بتدي صفه الضبطيه القضائيه للموظفين الجهه الاداريه. يعني طب يعني هو سيادتك شايف انه 2012 هو نفس مشروع القانون اللي كان في 2002 مجرد مسوده مثلا في وقتها؟ هو استمرار نفس المنهج بتاع 2002 بس مع مزيد من القيود، يعني كمان مزيد من القيود على العمل الاهلي. طب انا هقول لك حاجه، احنا كان في قانون سنه 99 اللي هو حكم على الدستوريه، كان في ماده من اهم المواد خاصه بانه حل الجمعيه الاهليه يكون بحكم قضائي. يعني عشان انت كوزاره شفت ان الجمعيه دي تجاوزت، لازم ترفع الامر للقضاء، والقضاء من حقه هو اللي يبت فيها. تم التراجع عن هذه الماده الوحيده اللي كانت ايجابيه في القانون في 2002، واعطي مره اخرى للوزير التضامن الاجتماعي اللي هو بيرأس الوزاره، ان هو من حقه يحل الجهه الاداريه، من حقه يحل الجمعيه الاهليه، تمام. وبعد كده بقى الجمعيه تطعن، ها، بعد ما يصفيها، بعد ما يصفي الادوات والاجهزه اللي فيها، ماشي. يعني بقول لك انه زي المساله ماشيه، الموضوع ماشي في اتجاه للأسوأ مش للافضل. احنا بعد ثوره بذلنا فيها الكثير من الضحايا والشهداء، وكانت طلب الحريه، فانت النهارده المفروض بعد الثوره دي كل التشريعات تبقى مختلفه عن التشريعات السابقه. يبقى الفلسفه التشريعيه نفسه ان انت بتعطي مزيد من الحريه للمجتمع المدني، الاحزاب السياسيه، الحركات الشبابيه، لكن مش ان انت تكمل في نفس فلسفه التقييد، طلع مزيد من القيود عشان تخلي المجتمع ده رابط رجليه بسلاسل، ما يعرفش يتقدم، وكل حاجه يرجع فيها للجهات الحكوميه، والا مش هيبقى عندنا في عمل اهلي في مصر، بالتاكيد مش هيبقى عندنا عمل اهلي في مصر. طب استاذ شريف، ممكن سيادتك تكلمنا عن اهم شروط التعجيزيه لاشهار المؤسسات في القانون اللي في ايد سيادتك، ولو قارناها بالقانون بتاع 84 اللي هو الحالي؟ انا هقول لك، هو المفترض ان احنا في حاجه اسمها انه الجمعيات تنشا بالاختيار. الجمعيات الاهليه مؤسسوها في القانون الحالي 10 بيتقدموا، بمعنى يعني ان هو ياخد الجمعيه اول ما تقدم الورق الخاص بيها ونظامها الاساسي واسمها واعضائها الى اخره، تاخد الشخصيه الاعتباريه. يعني اول ما تقدم ورقها يبقى هي من حقها ان هي تبقى موجوده كشخصيه قانونيه. اذا الوزاره شافت انه هذه الجمعيه تحمل عدد من المحظورات، زي ان هي مثلا عندها ميليشيات عسكريه، او ان هي تخالف النظام العام، او ان هي في نظامها الاساسي يميز بين المواطنين المصريين، تمام، فهي دي بعض المواد الموجوده في القانون الحالي وما زالت موجوده في المشروع الخاص ب 2012، وانا رايها هتستمر برضو في القانون. هي المفترض الحكومه تروح تطعن، الجهه الاداريه تطعن قدام الجهه قضائيه، سواء القضاء الاداري بالتحديد.
لكن هنا موضوع الاختيار ده مش موجود في، يعني موجود اسميا بس في المشروع، سواء المشروع بتاع 2012 او حتى المشروع الحالي، لكنه على ارض الواقع هو مش اختيار، هو اذن. انت بتاخد اذن عمليا، يعني انت بتروح تقدم ورقك خلال 60 يوم حسب القانون الحالي او 30 يوم حسب المشروع بتاع 2012، تمام، وتستنى الوزاره ترد عليك خلال 30 يوم. لو ما ردتش بتاخد الشخصيه الاعتباريه، اذا اعترضت انت بقى هي بتعترض تقول لك انا مش موافقه عليك، يعني ما خدتش الشخصيه الاعتباريه فعلا، وانت تروح تطلع قدام القضاء، قدام القضاء الاداري، تمام. المساله الاخطر هي موضوع اعطاء صفه الضبطيه القضائيه للموظفين الشؤون الاجتماعيه. يعني الفلسفه الموجوده عند الوزاره انه الجمعيات دي ادوات تابعه للحكومه، ما هياش جهات مستقله، ودايما فلسفه التشكيك، احنا بنشكك دايما في دور هذه الجمعيات، وانه دول ناس ممكن تستبيح اموال الجمعيات. انا هستاذن سيادتك بس اقف عند فلسفه التشكيك، ومعايا على الهاتف دكتوره عزه كامل الناشطه الحقوقيه ورئيس مركز اكت. الو، اهلا وسهلا، مساء الخير يا دكتوره. بيشرفني في الاستوديو يا دكتوره النهارده استاذ شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. حابب اعرف اهم ملاحظات سيادتك على قانون مشروع القانون الجمعيات الاهليه. في الحقيقه المشروع ده واضح انه مر بكذا تعديلات، وكل الوقت بيطلع لنا فتاوى فيه، والنسخه الاخيره في الحقيقه بتدي الحق للجمعيات الخيريه حق مطلق تعمل زي ما هي عايزه، وانها تجيب اموالها بالطريقه اللي هي عايزه، ما بقاش في محاسبه عليها. وفي الحقيقه بتفصل بشكل اساسي على الـ الاخوان المسلمين، بمعنى انه الجماعه لو وفقت وضعها فهي في حل من انها تقدم ميزانيات او انها تبقى بتطلب منها مصادر تمويلها او كذا، وزي ما اي حاجه بتتعمل اخوانا للدوله فبيتعمل اخوانا لهذا القانون، بالاضافه بقى لتدخل موظفين الشؤون الاجتماعيه في كل حاجه، واللي ده بيقلص من حريه ما يسمى بحريه التنظيم. الجمعيات دي الاهليه هي تنظيم في النسبة. وبالتالي احنا تاني بنرجع لنفس العصر بتاع مبارك، ويمكن اكتر كمان، لان هنا في تفريق بين الجمعيات وبين بعضها، وخصوصا الجمعيات ويمكن ده سيادتك اللي قاله استاذ شريف من شويه. يعني تمام، انا طبعا ما سمعتش كلام الاستاذ شريف، بس طبعا يبقى انا بتفق معاه طبعا في الكلام ده، لانه اصلا كمان راجل حقوقي، واكيد هو مفصص القانون وعارف العوار الخاص بيه. فكره انه من جماعه محظوره فيبدا يبقى ليها تقنين، فيبقى الفكره انه اي حاجه خيريه تعمل اللي هي عايزاها بدون رقيب او حسيب، بينما المنظمات الثانيه اللي هي تاخد تمويلات يبقى في تضييق عليها بشكل رهيب. والغرض هنا ان هو ان احنا نحاصر دي الجمعيات الحقوقيه، وانها ما تاديش عملها، لان في النهايه الجمعيات الحقوقيه والجمعيات اللي هي بتطالب بحقوق الانسان او حقوق المراه بتلعب دور خطير جدا في كشف الانتهاكات اللي بتحدث في الدوله. بالتالي حضرتك شايف الفتره دي كمان كلها انتهاكات، والمجموعه الحقوقيه والنشطاء لعبوا دور كبير جدا في كشف الحقيقه. فاحنا بنقول ان هذا مره ثانيه رجوع لسلب الحريات، وان في موضوع التنظيم في مشكله رهيبه جدا، لان في رقابه شديده جدا، وفي تدخل سافر من اجهزه من الشؤون الاجتماعيه، وبالطبع من جهاز ما كان في السابق بيسمى امن الدوله، النهارده الامن الوطني نفس الحكايه. فبالتالي كانك يا ابو زيد ما غزيت، بل حطيت شروط ثانيه وظروف ثانيه، وده كمان غير مقبول، وكل المجموعات الحقوقيه مش موافقه على هذا الاقتراح يعني، او المشروع اللي مقدم. طيب دكتور عزة، انا بنتهز فرصة وجود سيادتك معانا على الهاتف، وعايز اعرف اخر اخبار مبادرة شفت تحرش، خاصة ان امبارح كان في وقفات احتجاجية على مستوى دول العالم ضد التحرش. احنا امبارح طبعا احنا كنا في طلعة حرب مع المسيرة اللي اتعملت علشان الوقفة الاحتجاجية اللي هي على كل في بلدان العالم كلها، خاصة 35 دولة تضامنت مع نساء وفتيات مصر ضد الاغتصاب والتحرش. واحنا امبارح مع
المجموعات اللي بتشتغل في مناهضة التحرش ومع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني سواء كانت الحقوقية أو النسائية. وقفنا وقلنا إنه مش مسموح فكرة الاغتصاب ولا كذا، وإن نساء مصر خط أحمر، إن مش هيتم قهرنا أو إسكاتنا أو إرجعنا إلى منازلنا، وإحنا هنستكمل الثورة لآخر. شفت تحرك ما زالت بتناضل مع المجموعات الأخرى، وإحنا بنقول يعني بكرة عندنا يعني دعوة لكل نساء مصر ان هي تخرج وتعبر بكل الاشكال الممكنة على انها ضد العنف الموجه للفتيات بكل اشكاله، سواء كان عند عنف سياسي او عنف قانوني او عنف اقتصادي او اين كان، وتستخدم حتى الادوات كادة الغنى او المسيرات او الاحتجاجات او المزيكا عشان تقول اي شكل من اشكال الابداع عشان تقول احنا مش هنسكت واحنا هنستخدم كل الاشكال الممكنة عشان احنا محدش هيخلينا نرجع وما نستكملش ثورتنا، لان زي ما قلنا ان الاغتصاب والتحرش اللي حاصل هو تحرش واغتصاب ممنهج لاسكات صوت المرأة المصرية ورجوعها الى المنزل واجهاض الصوت. وهيبقى عندنا انشطة كمان ان احنا نوعي الشعب المصري بخطورة اللي بيحصل سواء كانوا رجالة او ستات. بشكرك دكتورة عزة كامل الناشطة الحقوقية ورئيس مركز أكت. شكرا لك يا فندم. شكرا وشكرا. أرجع لضيفي أستاذ شريف الهلالي. قبل المداخلة بتاع الدكتورة عزة كنت سيادتك بتكلم عن فلسفة التشكيك اللي هي ضمن الشروط التعجيزية. بالحقيقة دي هي اللي بينطلق منها أساس أي مشروع تضعه الجهات الحكومية، يعني زي مثلا مشروع قانون التظاهر، مش عايزين ندخل فيه بس هو برضو جزء من الموضوع، أن أنت بدل ما بتنظم الحق الوارد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والوارد في الدستور، ها مفترض أنه القانون يجي لتنظيم هذا الحق، إنما إحنا يعني زي بالظبط ما كان بيعمل نظام مبارك أنه القانون يأتي لإجهاض الحق ووضع شروط تعسفيه لممارسته. ماشي، انا هقول لك مثلا بعض المواد الموجوده في المشروع، منها ان انت عشان تبقى جمعيه وتيجي تمارس نشاط بالمشاركه مع جمعيه اخرى او هيئه، ها لازم تختار الجهه الاداريه وتستنى 30 يوم، يعني انتظر شهر. طب انت لا هتعرف تعمل نشاط وهتستنى، لازم تعمل يعني لازم تختارها قبل النشاط اللي انت هتعمله ب 30 يوم، واذا بقى ما اعترضتش تعمله، اذا اعترضت خلاص ماشي. والصلاحيات المعطاة للجهة الإدارية في القانون هي من حقها تسحب أو تطلب من الجمعية وقف أي قرار تصدره الجمعية إذا رأت الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون، وأنه من حقها أن تعزل مجلس الإدارة وتعين مجلس آخر، ومن حقها أن هي إذا حصل مخالفة للجمعية أنه هي تطلب، يعني ده في المشروع بتاع 2012 أن هي تطلب من القضاء الإداري حل الجمعية، لكن الوضع الحالي المفترض انه حل الجمعيه بيجي من قرار من وزير التنظيم الاجتماعي. ماشي، في النسخه بتاعه 2012 بيقول ان المؤسسه الاهليه هي التي تحل بقرار اداري. ماشي، يعني في فرق هنا بين الجمعيه اللي حسب القانون 2012 بيقول لك ان هي تلجا للقضاء. طب اشمعنى مش عامل ده مع المؤسسه؟ ليه المؤسسه بتحل من الجهه الاداريه؟ كمان خطوره الملامح اللي ظهرت من المشروع الاخير انه بيتجه لتقييد كل الاشكال التي تمارس عملا يرتبط بعمل الجمعيات، يعني كل الاشكال الشعبيه اللي احنا انت عارف احنا عندنا حراك سياسي من بعد الثوره وانشات عشرات الائتلافات او مئات الائتلافات الشبابيه ده مئات 6 ابريل وغيرها، واشكال تنسيقيه ما بين الاحزاب وما بين الحركات الشبابيه، وانه كمان الاشكال المنشاه وفقا للقانون المدني مثلا او القانون المحاماه المشروع الحالي يلجا الى حظرها. ها، فانت ليه تخلي نظام قانوني بس واحد هو اللي بيحكم مساله تنظيم المواطنين؟ المفروض يبقى فيه اكتر من شكل، يعني انا عامل ائتلاف 6 ابريل او غيره، يعني انا بتكلم كمثال، انا مش عايز اعمل جمعيه، انا بعمل عمل سياسي والقانون الجمعيات بيحظر العمل السياسي، ها يروح اعمل حزب واقعد بقى اجيب 5000 عضويه. المفترض يبقى فيه انظمه مختلفه لكل شكل تسمح بالمرونه، مرونه الحق في التنظيم. اذا اتكلمنا ان الحق في التنظيم هو حق مقرر موجب بالعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اللي احنا وقعنا عليه كحكومه مصريه من سنه 82، المفترض انه القانون يعكس هذه الفلسفه ويحقق الحقوق والحريات اللي استقر العالم كله عليها من سنه 48، من الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعهود الدوليه واحنا موقعين عليها وبنروح اللجان الدوليه ومجلس حقوق الانسان بنتكلم عنها. فاذا جاء القانون لتقييد العمل الاهلي وخاصه منظمات حقوق الانسان، ها اللي ممكن تبقى الحكومه شايفه ان هي بتمثل لها صداع
في موضوع التعذيب، في موضوع أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان. فأنا أيد إزاي المنظمات يعمل لهم بقى قانون يا إما يأيدهم ويحطهم في مليون طلب أو إذن من الجهة الإدارية، وكمان أيد بقى الجامعات برضو بقى الجامعات الشبابية والائتلافات اللي عاملة لي صداع كل شوية، وأيد الحق في التظاهر. يعني أنت عندك توجه مش بس في قانون العمل الأهلي، لا في كتير من القوانين في الحقيقة. فالقانون ده بيلجأ إلى تقييد كل الأشكال الموجودة ويطلب منها أن هي تسجل وفقا لهذا القانون، تمام؟ وبقى انت جد هتدرس بقى القانون اللي هو بيحمل لك عشرات المواد، يا اما في الاخر لو ما مشيتش زي ما القانون عايز حل الجمعيه بقرار من الجهه الاداريه. مفترض انه القضاء يعني كل القوانين اللي بتنظم العمل الاهلي اولا ما هياش كتير قوي كده، يعني احنا عندنا تفصيل زايد عن اللزوم في هذه القوانين. ها في كتير حتى من الدول العربيه تتكلم عن اختار الجهه الاداريه بالنظام الاساسي وبعضاء الجمعيه وباغراضها وخلاص، طالما انت لا تمارس مخالفه للقانون ولا تقوم بعمل عسكري او ميليشيات عسكريه او بتميز بين المواطنين من حقك ان انت تتواجد. مش لكن المشكلة ان احنا عندنا تفاصيل كتيرة قوي في هذا القانون. القضاء انا رأيي لازم هو له الدور الرئيسي. انت محتاج انه القضاء يبقى له دور رئيسي في الموافقة على الجمعية اولا، ويبعدها لسين المسألة عن الجهة الادارية، لان في الاخر هي جهة تتبع وزارة حكومية السلطة التنفيذية من مصلحتها انها تتعسف ضد العمل الاهلي. ويبقى القضاء ليه القرار الاخير في موضوع الحل، يعني حل الجمعيه. والصلاحيات الكتيره اللي موجوده في القانون الحالي او المشروع اللي بيتكلموا عنه ده لازم لابد من انها انا معايا نسخه من المشروع اللي كانت ناقشتها لجنه حقوق الانسان في مجلس الشعب المنحل، ونسخه انا رايي ان هي ممتازه جدا، وكان وافق عليها بالمناسبه حزب الحريه والعداله وقتها، وكان في عدد من اعضائه اتكلم انه احنا مع هذا المشروع. وهو فيه كتير من المواد اللي هي وافقت عليها منظمات حقوق الانسان في موضوع الاختيار بتاسيس الجمعيه، او الحل يبقى بقرار بحكم قضائي، او ان انت كمان استثنى مثلا القانون ده او المشروع ده استثنى الجمعيات والاحزاب السياسيه والنقابات المهنيه والعماليه والاتحادات الطلابيه والشركات التجاريه والشركات المنشاه وفقا لاحكام القانون المدني وما بعدها من ان هي تخش تحت اطار القانون الحالي. ماشي، انا رايي ليه هذا القانون ما يبقاش هو بدايه المناقشه، هو وقانون والمشروع اللي صاغته عدد منظمات حقوق الانسان يبقى هو الاساس اللي احنا نتناقش عليه. اذا كنا بنتكلم فعلا احنا عايزين ننظم، احنا مش عايزين انه العمل الاهلي يبقى بعيدا كده وينطلق، لا اعمل له قانون بس قانون ديمقراطي وقانون يسمح انه الناس دي تمارس دورها، ما يبقاش مليان بالعقوبات بالحبس والغرامة لأي مخالفة للمواد، ومنها مثلا تلقي أموال دون انتظار إذن الجهة الإدارية. الحمد لله. طيب بمناسبة الأموال أستاذ شريف، حقيقة ضرورة توافر تمويل يقدر بربع مليون جنيه لبدء نشاط المؤسسة، الكلام ده صحيح؟ النسخة اللي هي السابقة كانت بتتكلم على 100,000 جنيه لبدء نشاط المؤسسة، ماشي، اللي هي بتاعت 2012. القانون المشروع الحالي ملامحه اللي حضرتك بتتكلم عنها بتكلم عن 250,000 جنيه. القانون الحالي اللي هو 84 ما فيهوش مبلغ، يعني ما فيهوش مبلغ لانشاء المؤسسه، وكان المتعارف عليه وانا رايي هو ده الصح، المتعارف عليه انه كان من 5000 جنيه ل 10000 جنيه لانشاء المؤسسه، ويتم الصرف من هذا المبلغ للصرف منه على نشاط المؤسسه بعد اشهارها. انما انت تحط مبلغ كبير سواء 250,000 جنيه او 100,000 جنيه، يبقى انت بتحاول تقيد انشاء المؤسسات من جانب قطاعات كبيره من المواطنين هي اصلا معهاش موارد تصرف على هذا العمل الاهلي، يعني هي ممكن هجيب منين تتطوع بجهدها وبوقتها وبأموالها الخاصه لانشاء الجمعيه والمؤسسه، لحين ما يبقى في مصادر اخرى، جمع تبرعات داخليه، تلقي تمويل من الداخل، عمل حفلات او حاجات من اللي موجوده في القانون. انما انت كده هتقصر هذا الحق على رجال الاعمال والمؤسسات الكبرى ان هي تعمل بس المؤسسه. ده انا مواطن عادي عايز اعمل مؤسسه، عايز لي 250,000 جنيه اشهرهم او احطهم في البنك، طب هجيب منين؟ او 100,000 جنيه حد، فده ظلم في الحقيقه، ظلم. يعني وانا رايي ان النص ده غير دستوري، لان هو يعني يتعارض مع نصوص الدستور الخاصه بمساله العمل الاهلي، حريه العمل الاهلي او انشاء الجمعيات الاهليه بالاختيار. فهنا مفيش مساواه، يعني انت بتسهل، يعني بتقول الجمعيه يبقى 20 واحد يكونوا جمعيه ويقدموا وياخدوا موافقه اذا خدوها، لكن اللي عايز يعمل مؤسسه يدفع يحط 250,000 جنيه في البنك. فهنا حتى في عدم مساواه. بالظبط بالظبط.
طب سيادتك اتفضلي. وانا رايي لازم يعني اذا اتكلمنا بقى لازم يبقى في جهه مستقله اولا هي اللي تتابع نشاط الجمعيات ولتكن جهه قضائيه، ها زي مثلا لجنه الاحزاب السياسيه. لجنه الاحزاب السياسيه هي التي تعطي ترخيص الاحزاب السياسيه وهي لجنه في اغلبها قضائيه، عناصر قضائيه. ليه الاصرار على انه وزاره التضامن هي اللي تسيطر وتقيد نشاط الجمعيات وهي اللي تعطي التراخيص؟ ده كمان في لجنه استحدثت في المشروع اللي احنا المشروع الحالي بقى او اللي هي ملامحه ظهرت ان انت جايب الموافقه على التمويل، انه انت والتمويل ده اساسي لاي جمعيه تعمل في مجال العمل الاهلي سواء جمعيه حقوقيه او غيرها او جمعيه تنمويه حتى بالمناسبه، وهي بتتلقى التمويل ده لان هي تمارس نشاطها، مش بياخد التمويل ده وتحطه في جيبها، هي بتمارس انشطه تنمويه وخيريه ودفاعيه او حقوقيه. ها اللجنه اللي بيتكلم اللي احنا نشوف يعني من ملامح المشروع بتتكون من طبعا من الوزاره واجهزه امنيه بقى، يعني الامن الوطني والمخابرات. الاول مره القانون يضع الامن ها بشكل واضح وصريح في نصوص المشروع القانون ده، ما كانش موجود قبل كده بس كان بيمارس عمليه، كان بيمارس. وللاسف كتير من الجمعيات اصدقائنا اللي بتعمل في مجال حقوق الانسان بتعاني مر الشكوى، يعني تجي لها تتفق مع جهات منحه على مشاريع معينه وتلجا للجهه الاداريه عشان تاخد الموافقه، ماشي. الجهه الاداريه ممكن ما تردش عليها لمده 6 شهور و7 شهور، يكون اصلا الغرض من المشروع اللي هيتعمل يكون خلص، ها. فانت بالتالي هتكون قدام حلين، يا اما تصرف فيبقى انت هتخش هنا تحت العقوبات بتاعت القانون، يا اما ترجع الفلوس، ماشي. فبالتالي ما فيش اليه محايده تضمن انه الجمعيات اللي عامله الجمعيات الاهليه تمارس دورها بشكل حقيقي. انا موافق ان انت تقول لي انا جايب واخد المنحه دي منين، او بس بشرط ان انت تسهل لي، مش انا كل يعني في ناس مثلا في جمعيات 7 أو 6 أو 8 مشاريع تقريبا متترفض لها، فانت محتاج جهه محايده ها ملهاش مصلحه في تقييد العمل الاهلي خاصه الحقوقي منه ها لصالح السلطه التنفيذيه، والجهه المحايده دي هي اللي تحط بقى فيها عناصر قضائيه ويبقى فيها من حقي ان انا اتظلم قدام هذا القرار. يبقى المواعيد نفسها مواعيد قصيره، يعني ما تبقاش مواعيد كبيره تقعد شهور. المشروع بتاع 2012 بيتكلم عن شهرين، ماشي، وما بيحطش اسباب اصلا الرفض، اسباب لرفض المنح اللي هي بتتلقاها الجمعيات. هقف مع سعادتك عند اسباب الرفض، وهنعمل معايا مداخله استاذ توحيد رمزي الخبير القانوني. مساء الخير استاذ توحيد. نور يا فندم. بيشرفني الاستوديو الاستاذ شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني يا فندم. اهلا بيك استاذ شريف، صديق واخ حبيب. ربنا يخليك. احنا يعني موضوع حلقتنا النهاردة عن مشروع قانون الجمعيات الاهلية، تمام. وانا عارف عن طريق الاعداد ان سيادتك ليك ملاحظات على مشروع القانون، تمام، فحابب اسمع ملاحظات سيادتك. طبعا بلا شك ان يعني استاذ شريف صديق واخ حبيب استفاد طبعا في تفسير بعض المطاعن او المآخذ على القانون، لكن سريعا كده المشروع القانون المطروح حاليا بعيدا عن الألفاظ المبالغ فيها للأسف بيسحب العمل الأهلي أو بيجر العمل الأهلي لسنوات كثيرة جدا إلى الوراء، تمام. بداية كان الجمعيات يعني عشان ما نخشش بس مصطلحات قانونية قد تبدو يعني صعبة على المتلقي، الجمعيات كانت كل علاقتها الإشراف يعني الإشراف المالي والإداري كان منوط به للجهة الإدارية اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التضامن في السنوات الأخيرة الماضية وفقا للقوانين أو الموروث اللي كنا شغالين به. بالمشروع الجديد دلوقتي أضيف جهتين أو 3 جهات دلوقتي هي اللي بتشرف على عمل الجمعيات، فبدل ما كانت الجمعيات بتتعامل مع جهة واحدة وعرفت تتعامل معاها ازاي على مدار السنين اللي فاتت وكونت علاقات ثقه وخبره معاها، دلوقتي بقى عندنا الاتحاد الاقليمي، بقى عندنا حاجه اسمها اللجنه التنسيقيه، فانا كجمعيه اصبح يعني 3 جهات مهيمنة عليا، الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، الاتحاد الاقليمي، واللجنه التنسيقيه فيما يخص الجمعيات اللي بتتلقى منح من الخارج. دي نقطة. تاني نقطة منح صفة الضبطية القضائية للسادة موظفي الجهة الإدارية المشرفة اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
طبعا ده ودي عايزين فيها ايضاح من سيادتك استاذ توحيد. ده هيؤدي في الممارسه العمليه الى مشاكل كارثيه عشان نبقى منصفين. لان ما زالت يعني فكره ان انا ادي الصفه القضائيه او الضبطيه القضائيه للساده موظفي الشؤون الاجتماعيه خاصه ان الصفه دي ما كانتش عندهم قبل كده فده هيبقى مبرر لممارسه بعض الضغوط على الجمعيات. وخلينا نبقى منصفين في هذا الكلام، يعني بمعنى ان لو جه الموظف النهارده حب يفتش عليا انا كجمعيه مش مستعد او عندي اي مشروع بنفذه، فقلت له ممكن تديني مهله للاسبوع الجاي او بعد يومين هجهز لحضرتك المستندات اللي انت طالبها، يقول لي لا افتح الدولاب وطلع الدفاتر دي دلوقتي وانا عندي صفه الضبطيه القضائيه ولو ما نفذتش ده هيعمل لي محضر ويتصل باسم الشرطه وياخدوني معاهم على الاسم بس بمنتهى البساطه. يعني لان انا اعترضت. هل ممكن النتيجه يا استاذ توحيد انها تكون غلق الجمعيه؟ ده بمنتهى البساطه، انت حضرتك تقرا المواد بتاعت اسباب الحل كارثيه، يعني اسباب الحل اللي نص عليها في مشروع القانون دي بتؤدي لكوارث ما كانش منصوص عليها في القانون 84 على الاطلاق ولا القانون اللي قبليه. تمام، يعني لما تقول لي من اسباب الحل مخالفه النظام العام والاداب العامه، يعني ايه اللي هي عبارات احنا كقانونيين الى الان واساتذه القانون وفقهاء القانون ما قدروش يحطوا ليها يعني تعريفات منضبطه لانها عبارات مطاطه. يعني ايه مخالفه النظام العام؟ يعني ايه مخالفه الاداب العامه؟ يعني لما جمعيه تعمل مثلا توعيه عن العلاقه الزوجيه السليمه ما بين الزوجين او توعيه بخطوره مثلا ختان الاناث، هيبقى ده مخالف للاداب العام؟ مخالف للاداب العامه ومعيار تعريف الاداب العامه، ادي سبب رئيسي من اسباب الحل، مخالفه النظام العام ومخالفه الاداب العامه. عدم تمكين الجهه الاداريه من فحص اعمال الجمعيه، ده سبب من اسباب الحل. تخيل حضرتك المثال اللي انا كنت بقوله لك من دقائق، ان لو موظف الجهه الاداريه جه طلب مني السجلات او طلب مني الملفات او الاوراق الخاصه بنشاط من انشطتي، وقلت له بس ممكن حضرتك تمهلني لاخر الاسبوع او تمهلني الاسبوع القادم وانا هجيب لك المستندات اللي حضرتك عايزها، ممكن يكتب فيها مذكره ويتعرض الامر على الجهه الاداريه وتطلب حل الجمعيه بناء على ان انا ما مكنتش الجهه الاداريه انها تطلع على سجلاتي او تفحص اعمالي. تخيل حضرتك ده. تمام؟ شيء صعب طبعا. الانتقال لمقر جديد، يعني انا لو انتقلت لمقر جديد دون اختار الشؤون الاجتماعيه ده بقى سبب من اسباب الحل اللي منصوص عليها في القانون. يعني تخيل ان في جمعيه سواء بتتوسع في نشاطها وخدت مقر جديد او جمعيه بتقلص نشاطها، كانت ماجره شقه مثلا ب 500 جنيه فوفقا لنقص التمويل بتدور على شقه ب 200 جنيه فهتنقل في حته ثانيه لو ما اختارتش الجهه الاداريه في نفس الدايره اللي احنا شغالين فيها. يعني انا لو بتكلم مثلا انا في دايره مدينه ناصر فانا هنقل من شارع للشارع الثاني، ما اخترتش الجهه الاداريه ان انا نقلت من الشارع ده للشارع ده يجوز حل الجمعيه بتاعتي ده وفقا للقانون يا فندم المطروح. تمام؟ تمام. الاشتراك او الانضمام لمؤسسه دون اختار الجهه الاداريه كان زمان في او النص الحالي اللي موجود في القانون 84 يحق لاي جمعيه بشرط الاختار وليس شرط التصريح او الاذن انها تختار الجهه الاداريه انها هتنضم او هتنتسب لعضويه اي منظمه او اي جمعيه في الخارج. بمعنى مثلا لو جمعيه معنيه بالدفاع عن حقوق العمال فعايزه تشترك مثلا او تضغط بالحاجه اسمها الاتحاد العالمي لحقوق العمال، فكانت بتختار الجهه الاداريه بمجرد اختار تبعت للجهه الاداريه يا جهه اداريه يا وزاره الشؤون انا هنضم للاتحاد العالمي للدفاع عن حقوق العمال. دلوقتي لو انضم لعضويه الاتحاد ده او الجمعيه دي او عمل اي شكل من اشكال التعاون او الشراكه مع جمعيه في الخارج، وفي الخارج دي معناها يعني الدول العربيه والدول الدول العالم كله، مش معني بيها الدول الاجنبيه بس لا الدول العربيه كمان، عملت اي شكل من اشكال التعاون مع جمعيه خارج مصر دون ان تخطر الشؤون الاجتماعيه هيبقى سبب رئيسي لحل الجمعيه. طبعا يعني هو اسباب كافيه اصلا. سيادتك اكمل لحضرتك نقطه كارثيه. اتفضل يا فندم. عجز الجمعيه عن تحقيق اغراضها التي قامت من اجلها، بمعنى انت حضرتك عارف ان الجمعيات كلها
تمويلها ذاتي، يعني الاعضاء بيطلعوا من جيبهم، ساعتك بتطلع من جيبك 10 جنيه وانا بطلع من جيبي 5 جنيه وطلع من جيبه 10 جنيه، فبنجمع مع بعض ونبتدي نشوف الجمعيه دي عايزه ايه. تمام تمام. مع 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 قله الموارد ومع الاخذ ان العمل الاهلي بالاساس عمل تطوعي، وان الناس دي بتقتطع من جهدها ومن من رزق عيالها ومن قوتها ومن من وقتها عشان تعمل عمل تنموي، فانا لو بناء على قلة الموارد دي وفي ظروف البلد اللي احنا فيها دي لو ما قدرتش احقق اغراضي اللي انا انشئت من اجلها، الجمعية هتتحل. يعني لو حضرتك فتحت جمعية، اسست النهاردة جمعية وما اشتغلتش مثلا لمدة سنة، ما قدرتش تعمل اي مشروع او تعمل اي حملة او تعمل اي نشاط خلال السنة دي بسبب دي الامكانيات او قلة الموارد، حضرتك هتتحل. يبقى انا كده بميز الجمعيات اللي معاها فلوس او اعضاء مجلس ادارتها عندهم ملاءة معينة او بيقدروا يوفروا موارد للتمويل، وعقب الجمعيات اللي هي يعني يا دوب بتزك. تمام تمام. يعني هو بشكرك استاذ توحيد رمزي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. ارجع الاستاذ شريف الهلالي. استاذ شريف، يمكن تعرضنا مع الاستاذ توحيد لموضوع الضبطيه القضائيه. هو انا قبل الفاصل كنت سيادتك قبل المداخله اسف كنت سيادتك بتقول اسباب الرفض والمده الزمنيه، ودي من الحاجات التعجيزيه. موضوع الضبطيه القضائيه، موظف الشؤون الاجتماعيه ليه رقابه على الجمعيات والمنظمات، سيادتك شايفه ازاي؟ يعني انا بقول لك هو المتبع انه كان الجمعيه او الجهه الاداريه والموظفين اللي عاملين في الجهه الاداريه في الاداره اللي بيقع فيها مقر الجمعيه احيانا بيعملوا حاله من او نوع من انواع التفتيش الدوري على الجمعيات الاهليه، يروحوا يشوفوا. وقد يكون تفتيش مفاجئ. اه بالظبط، بس في غالبا بيبقى يعني في اتفاق عليه، يعني انه الدفاتر احنا هنجي لكم اليوم الفلاني كده، يشوفوا الدفاتر، يشوفوا الحاجات كلها متسجله، يشوفوا يبصوا على الميزانيه، يشوفوا العهدة موجودة. يعني في مجموعة من الدفاتر أي جمعية بتاخدها من الجهة الإدارية ولازم تقوم بتسجيل العهدة أو الأساس الموجود والعضوية وحركة مين اللي جاي، حتى إنه في كشف مثلا بيبقى أي حد جاي الجمعية لازم بيكتب اسمه كمان في الدفتر. يعني فالضبطيه القضائيه زي ما قال الاستاذ توحيد بالظبط بتدي الحق للموظف، وهي مش موجوده لغايه دلوقتي، ان هو اولا ممكن لو شاف اي حاجه ماشي داخل الجمعيه مش قانونيه ان هو على طول يعني يسجلها ويعمل محضر ويعني يطلب الشرطه ويقبض على، هو خلاص عنده الصفه الضبطيه القضائيه انه يقبض على الشخص اللي في الجمعيه ده العامل بان هو بيخالف قانون الجمعيات الاهليه، وتيجي الشرطه وتعمل له محضر والشرطه تحيله للنيابه بتقول مخالفه القانون ماشي. فده طبعا ما بيخليش اي نوع من الاستقرار في الجمعيات الاهليه. انت هتجيلي في لحظه، وكمان خد بالك من الدافع السياسي هنا، يعني الدافع السياسي لانه الصفه دي هتعطي للجهه الاداريه حق ممكن تتعسف مع الجمعيات لو في جمعيه متوصي عليها بشكل واضح وبتمارس دور بتصدر بيانات بترصد الانتهاكات الموجوده، فخلاص شوفوا لنا بقى الجمعيه دي ها، وروحوا قبضوا لنا على الرئيس الجمعيه او حد من العضويه من الاعضاء الجمعيه واعملوا لنا محضر، روحوا تحول للشرطه والشرطه تروح محولاه. خليني سيادتك اتكلم بلسانهم، بيقول لك طب يا سيدي ما هو مفتش التموين عنده ضبطيه قضائيه، ترد عليه تقول له ايه؟ لا، اصله مفتش التموين ده يعني ليه مهام مختلفه عن والعمل الاهلي ليه مهام مختلفه عن التجاره في الاغذيه والدقيق والمخابز والمحال، دي حاجه ليها علاقه بصحه المواطن، يعني ان هو ما ياخدش حاجه فاسده، انه ما يحصلش تلاعب في الدعم اللي بيتلقاه مثلا بيتلقاه المواطنين من خلال، يعني موضوع اخطر شويه طبعا. وحتى ده كمان في كوارث بتتم، لانه الناس بتتكلم عن انه بيحصل تلاعب في حصص الدقيق للمخابز، ده موضوع جانبي، بس انا بقول لك حتى مع وجود صفه الضبط القضائي لمفتش التموين في تلاعب بيحصل، ومن سواء من تواطؤ منه او بعيد عنه، يعني في امكانيه لانه يحصل ده خاصه بعد الثوره، انت ما عندكش القوه القانونيه الكافيه. مين مفتش التموين هيروح دلوقتي المخبز ويلاقي فيه انه حصه الدقيق راحه بشكل غير قانوني ويقول له اقبض على صاحب المخبز؟ يعني هيتعرض هو للاعتداء ويحصل مشكله، يعني هو مش هيقدر يحمي نفسه. بس انا اقصد انه ده مجال مختلف عن ده،
يعني من ساعه من قانون 42 سنه 64 اللي هو كان قانون سيء وبمراحل ما كانش فيه هذه الصفه. انت بتدي ليه الصفه دلوقتي للعاملين في وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ ها، الا اذا كنت انت بتستهدف من وراها حاجات تانية. لان انت العمل الاهلي ده المفترض انه نشاط تطوعي، يعني هو الناس بتفرغ نفسها عشان تخدم فكره معينه، يجي 15 واحد 20 واحد وهنعمل يا جماعه جمعيه الممارسه او الاحداث نوع من التنميه المحليه في المنطقه بتاعتي، او محو الاميه، او مساعده المسجونين، يعني اغراض هي بتساعد وتخدم على المجتمع. فانا اجي اقول لهم لا استنوا تعالوا بقى، ده انا هقبض عليكم واحولكم للشرطه، ها، وتحفظ على الدفاتر وتحفظ، مين هيعمل بعد كده جمعيات اهليه؟ ده بالاضافه انه المواد اللي يعني من ضمن المواد الموجوده في القانون الحالي او حتى المشروع مساله العقوبات دي، العقوبات من عقوبات بالحبس وبالغرامه على من يخالف نصوصه. يعني زي ما قالوا الاستاذ توحيد، اذا جمعيه انضمت لهيئه خارج مصر بدون ما تستنى الاخطار ممكن يعاقب رئيسها واعضائها بالحبس او الغرامه من 6 شهور لثلاث سنوات، تمام، وغرامه من 10,000 جنيه ل 20,000 جنيه، ماشي. ان هي اذا تلقت اموال وصرفتها بدون انتظار الاذن، طب انت سهل لي اجراءات الحصول على الاذن، يبقى في جهه محايده هي اللي تنظر في طلبات الجمعيات، ماشي. ما تأيدش كل الاشكال القانونيه التي تمارس اعمال اخرى وفقا لقوانين اخرى الدوله يعني او المشرع اصدرها، وتقول لي لا القوانين دي ما بلاش لازمه، انت لازم تشتغل تحت رايه قانون العمل، قانون الجمعيات الاهليه اللي هو اصلا قانون غير ديمقراطي ويعطي مئات الصلاحيات للجهه الاداريه في اختيار نشاط الجمعيه، بدءا من التاسيس لتاثير العمل داخل الجمعيه للحل. يعني انت عندك قانون فعلا انا رايي للاسف ما حصلش تطور فيه بعد ثوره يناير، يعني حصل تطور في مجال الاحزاب السياسيه، حصل تطور الى حد ما في مجال النقابات العماليه رغم ان هو قانون الحريات النقابيه لم يصدر حتى الان، لكن في مساحه لتكوين نقابات مستقله، نقابات عماليه مستقله. لكن على قانون النقابات المهنية على سبيل المثال ألغي القانون 100 أو بحكم المحكمة الدستورية العليا اللي هو كان بيضع الجهة الإدارية كرقيب في عمل النقابات المهنية وانتخابات مجالس نقاباتها. لكن الجمعيات الأهلية حتى الآن تحس إن هي البطة السوداء، والحكومة المصرية تخشى من نمو هذا العمل الأهلي وتسعى للسيطرة عليه من اول تاسيسه. زي ما بقول لك انت ممكن تقتل الجمعيه، وعندنا امثله كتير، جمعيه المساعده القانونيه لحقوق الانسان عشان اشتغلت على ملفات التعذيب تم حلها، دار الخدمات النقابيه كانت بتعمل على تنميه نشاط النقابيين ومساعده العمال والدفاع عن قضاياهم تم حلها، جمعيه النهضه الريفيه ودي جمعيه في المنوفيه تم حلها بقرار محافظ المنوفيه. طب انا استاذن سيادتك بس انوه على ان معانا مشاهد من ميدان التحرير على المونيتور، وده ميدان التحرير دلوقتي اتفضل يا فندم. النهضه الريفيه سعادتك، النهضه الريفيه ودي من شهور ووصف وتصفى الاساس بتاع الجمعيه والاجهزه بتاعت الجمعيه قبل صدور قبل ما القضاء يحكم في الدعوه اللي رفعتها الجمعيه. تخيل يعني انا جمعيه تحل وتصفى الحاجات اللي فيها، يبقى في مصفي جاي من الجهه الاداريه ويصف ويوزع اموالها واجهزتها على جمعيات اخرى. ها، طب انا اذا القرار، اذا المحكمه جت لجت قرار الحل، انا اخد حاجتي ازاي كجمعيه؟ اخد الاجهزه اللي تم تصفيتها وتوزيعها على جمعيات تانية ديت اخدها ازاي؟ ما هو ده برضو ده انتهاك من ضمن الانتهاكات الموجوده في القانون. فعشان كده انا بقول لك انه لازم القضاء هو اللي يبقى طرف فيها في من اول الموافقه على نشاط الجمعيات، ها، لحد الحل. يعني ما يحلش جمعيه الا بقرار، الا بحكم قضائي، اللجوء للقضاء. بالظبط. ويبقى فيه، انا رايي لازم يبقى فيه جهه محايدة ولتكن جهة قضائية برضو، سواء في القضاء الإداري مجلس دولة أو المحكمة الابتدائية، هي اللي يبقى عندها سجل تتلقى فيه طلبات إشهار الجمعيات. ها، طبعا بعد ما يبقى فيه قانون ديمقراطي، يعني بعد يبقى اللي ليه علاقة بالجمعيات هي جهة قضائية محايدة احنا بنثق فيها، لا نثق في السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية من يعني أحد ما تتبنى أي سلطة تنفيذية في الدنيا هو التقييد، فلسفة التقييد. زي ما بقول لك أنت عايز تقيد نشاط هذه الجمعيات، واحنا للاسف في مصر بعد الثوره ماشيين في هذا الدور، في هذه السكه، ماشي. يبقى في اولا يبقى في قانون يبقى عليه حوار مع الجمعيات الاهليه والاتحادات الاقليميه، والمناسبه الاتحادات الاقليميه منها كتير قوي رافض مشروع القانون، ماشي. لان انت عندك كمان من المواد اللي فيها مشكله برضو انه الاتحاد العام للجمعيات الاهليه والمفترض ان هو يتم انتخاب مجلس ادارته بالانتخاب من الجمعيات الاهليه،
حتى الان ما زال في المشروع ان رئيس الجمهوريه من حقه ان هو يعين 10 ويعين رئيس الاتحاد. فبالتالي اللي هيجي يرأس الاتحاد يمكن ان يكون شخصيه تحظى برضا السلطه التنفيذيه، فبالتالي انت مش عندك ليه ما يبقاش كله بالانتخاب؟ او يبقى في 5 بالتعيين من اللي هم الشخصيات العامله في المجال بس يبقى الرئيس بالانتخاب. الرئيس هنا يجي بانتخاب الجمعيات الاهليه من كل المحافظات، يبقى انت بتتكلم عن اتحاد يعبر عن الجمعيات الاهليه بشكل حقيقي وجاي من خلال الديمقراطيه، ها؟ وتضمن ان هو يدافع فعلا الاتحاد العام عن حقوق هذه الجمعيات، لانه المفروض ان الاتحاد ده هو السلطه المعبره الاتحاد العام عن الجمعيات الاهليه، زي ما الاتحاد الاقليمي السلطه المعبره عن الجمعيات، ها؟ فلازم يبقى جاي عبر انتخابات حره ونزيهه وشفافه. تمام. سيادتك في احد تصريحات السيد وزير العدل قال ان التشريعات التي يجري اعدادها حاليا تهدف الى ترسيخ حقوق الانسان وقيم المواطنه واطلاق الحريات والحقوق العامه. لو طبقنا ده على واقع مشروع القانون، هل هتتحقق فيه مبادئ حقوق الانسان؟ بس قبل اجابه سيادتك، جابوا لنا فريق الاعداد على التليفون استاذ شعبان شلبي رئيس مجلس اداره جمعية النهضة الريفية، اللي سيادتك بتتكلم على موضوع النهضة الريفية وإغلاق الجمعية بتاعته. مساء الخير أستاذ شعبان. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل المشاهدين، ومساء الخير على الأستاذ شريف. هو بيشرفنا النهاردة أستاذ شريف بالفعل، ولسه كان بيتكلم سيادتك عن موضوع جمعية النهضة الريفية. أيوة. وغلقها بقرار إداري. أيوة يا فندم. عايز أسمع من سيادتك شكل التدخلات الإدارية في عمل الجمعيات، خاصة إن سيادتك حالة موجودة معنا دلوقتي. والله شكل التدخلات الإدارية في عمل الجمعيات، يعني القانون بتاع 84 لسنة 2002 اللي هو القانون المعمول به حاليا، كان من خلاله تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تتحكم في مصادر تمويل الجمعيات، بما معناه إن الجمعيات اللي تكون راضية عنها بتصرح لها بالتمويل ايا كان نوع التمويل، لكن الجمعيات اللي هي شايفه انها ممكن احيانا تكون عليها اعتراضات من الامن فبتمنع عنها التمويل بدون اي حجج، يعني تقول لك خلاص احنا بدون اسباب. احيانا ما بتردش عليك، يعني انت بتتقدم طبقا للقانون بالاوراق والمستندات المطلوبه، والاوراق تطلع تروح الوزاره برقم صادر ويقول لك لسه الرد ما جناش، شهر 2 3 4 5 6 مش ما يردوش. كمان في بقى كمان الاغرب بقى، يعني الحاله بتاعت الجمعيه بتاعتنا كانت حاله غريبه جدا. انا كنت تلقيت تمويل لتنفيذ مشروع خاص بالمجالس المحليه، الكلام ده كان قبل الثوره، تم رفض المشروع بعد الثوره، انا كنت عملت تظلم، التظلم قبل وصرحت الوزاره لنا بان احنا نعمل في المشروع، وارسلت الموافقه الى مديريه الشؤون الاجتماعيه بالمنوفيه. الموافقه وصلت مديريه الشؤون الاجتماعيه بالمنوفيه واختفت. بالموظفين في الشؤون قالوا لا ما فيش حاجه جت لنا. جبت لهم رقم الموافقه ورقم الفاكس وكله، قالوا لا ما فيش حاجه جت. المهم انا اشتغلت في المشروع. المشروع انتهى، بعد المشروع ما انتهى كان رئيس مجلس الاداره السابق على خلاف مع محافظ المنوفيه. فمحافظ المنوفيه وجد ان دي فرصه ان هو ينتقم من شخص رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، فعمل بلاغ للسيد وزير العدل أيامها كان المستشار محمد عبد العزيز الكندي، حول البلاغ إلى قاضي التحقيق في قضية اللي هي التمويل المنظمات الأجنبية قدام قاضي التحقيق. قاضي التحقيق فتح التحقيق في شهر 4 2012، كنت أنا في الفترة ديت رئيس مجلس الإدارة، تم التحقيق معايا بخصوص هذا التمويل، فأنا احتجيت على التحقيق بان التمويل اللي ورد للجمعيه وكل التمويلات اللي الجمعيه تلقتها كلها تم الموافقه عليها، والموافقات دي موجوده، لكن المشروع اللي هو الاخير الموافقه لم تاتي الى الجمعيه، وان كانت قد وصلت الى مديريه الشؤون الاجتماعيه بالمنوفيه وتم اخفائها داخل مديريه الاوراق بتاعت الشؤون الاجتماعيه بالمنوفيه. السيد قاضي التحقيق مشكورا ارسل للوزاره يستفسر عن صحة هذه المعلومة، الوزارة وفته بخطاب الموافقة، وعلى هذا الأساس تم حفظ التحقيق مع الجمعية. بعد التحقيق ما اتحفظ مع الجمعية، الجمعية لكون الجمعية مهتمة بمسائل الشأن العام
وبتحاول تبقى موجوده داخل كل ما يهم الشعب المصري. جينا احنا كنا رفعنا دعوه على بطلان الجمعيه التاسيسيه للدستور. بعد رفع الدعوه كانت منظوره يوم 26/6/2012، صدر قرار حل الجمعيه في 1/7/2012 بنفس الحج. يعني ده نوع من الانتقام يعني؟ ده اكيد. يعني انت حضرتك تم التحقيق معاك بشكل جنائي وتم حفظ الموضوع خلاص. يعني الحكم الجنائي على فكره يعني يعتبر يعني زي ما تقول ايه يعني بيدي حاجه نهائي وبات. يعني النيابه حفظ التحقيق معاك في الشق الجنائي، فمش معقول بقى هتحاسب. يعني هتحاسب اداره على اي اساس؟ انا بقول لحضرتك انت تلقيت تمويل، التمويل ده تم الموافقه عليه. طب انت ترجع ثاني تقول ان انت تلقيت تمويل ومفيش موافقه عليه، وقرار حل صدر بكده، صدر على هذا الاساس، يعني انها تلقى التمويل في غضون 2010 بدون موافقه الشؤون الاجتماعيه. ده بطاقه القرار اللي صدر بحل الجمعيه. الدكتور بشري لما كان محافظ المنوفيه قبل ما يبقى وزير، انا دخلت له وقدمت له كل المستندات، لكن لا 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 مفيش. يعني الورق تنه موجود عنده في المحافظه اكتر من 10 ايام وفي النهايه ما فيش اي نتيجه. طب وهل ما زالت الجمعيه في طور الحل يا استاذ شعبان؟ الجمعيه مغلقه دلوقتي طبعا. انا في دعوه احنا رافعينها في القضاء الاداري وكانت محجوزه للحكم في 22/1، لان الحكم لسه ما طلعش لحد الان برضك. انا ما اعرفش برضك يعني ما طلعش ليه. يعني استاذ شريف، لو سيادتك عايز تتواصل مع الاستاذ شعبان، باعتبار ان سيادتك ذكرت مشكله او الحاله استاذ شعبان عموما، يعني جمعيه النهضه الريفيه. واحنا شاركنا مع الاستاذ شعبان مداولات حول دور العمل الاهلي في موضوع حل الجمعيه، ورفعنا مذكرات كمان للوزيره وزيره التضامن الاجتماعي، ولم يعني لم نجد اي رد عليها. طبعا هو الموضوع دلوقتي احنا منتظرين حكم القضاء يعني من 22/1، مش يعني مش عارف هي هيتم تاجيلها لحد امتى. استخيل الموضوع من 7/2012، احنا النهارده بنتكلم عن تقريبا 10 يعني 8 شهور، كتير قوي يعني كتير. فاحنا متضامنين مع استاذ شعبان وضد حل الجمعيه، بس ده يعني دي حاله من احد الحالات، مش بس هي الحاله الوحيده، انما في حالات ثانيه بيتم فيها اغتيال الجمعيات الاهليه لمجرد مواصله. اسمح لي سيادتك اشكر بس استاذ شعبان. طيب شكرا ليك استاذ شعبان. في ملحوظه بس، اتفضل يا فندم. يعني بعد اذن سعادتك، يعني اتفضل يا فندم. انا شايف ان فكره وجود عقوبه حل الجمعيات داخل القانون دي عقوبه تعتبر يعني عقوبه غير منطقيه. المفترض ان اي جمعيه اهليه بتعمل في العمل الاهلي، دي الجمعيه لها شخصيه اعتباريه، هي ملك افراد الجمعيه العموميه وملك المجتمع. لو الـ 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 القانون شايف انه يوجد يعني بعض الملاحظات او الفساد داخل الجمعيات، فعلى القانون ان هو يوجد عقوبه يحاسب القائمين على عمل الجمعيات، يعني رئيس مجلس الاداره، الموظفين، هم دول اللي يتحاسبوا لو في اخطاء. لكن ان انت تحل كيان الجمعيه وتصفيها تماما، يعني سيادتك عايز تقول الحساب وليس الحل. الحل داخل القانون ده شيء يعني عقوبه غير منطقيه لا تستقيم. يعني تمام. نقطة سيادتك وصلت أستاذ شعبان. بشكرك أستاذ شعبان شلبي، شكرا. رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة الريفية. شكرا ليك يا فندم. أرجع تاني لأستاذ شريف الهلالي، كنت عايز سيادتك تقول حاجة. أنا بقول لك إنه ده أحد الأمثلة، جمعية النهضة الريفية وغيرها حوالين استخدام الجهة الإدارية لسلطاتها وصلاحياتها المطلقة. ها، لأنه كمان صلاحيات الوزير تعطى أو تفوض للمحافظين، فهنا المحافظ كمان في مجال محافظته ممكن يحل الجمعيه لاي سبب. وجزء منه بقى الخلاف، مش عاجبه رئيس الجمعيه، الجمعيه دي عامله له مشاكل زي ما قال الاستاذ شعبان، موضوع تقديم الطعن على الجمعيه التاسيسيه وغير كده. حصل يعني دار الخدمات النقابيه حلت في 2009، جمعيه المساعده القانونيه، دي مجرد امثله، غير بقى التعسف اصلا مع الجمعيات في الموافقه على المشاريع الخاصه بيها. ماشي، ده ياكد ان احنا اولا محتاجين نعطي مساله الحل دي، لان هي انت بتتكلم عن عقوبة تصل إلى القتل مع المواطن العادي. أنت بتغتال الجمعية، وجمعية ممكن تبقى بتمارس نشاطها من سنوات، تختار نشاطها بدل ما تيجي تعزل مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو أمين الصندوق
اللي هو مسؤول عن الخطأ إذا 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 حدث، لا أنا هقفل الجمعية وهحلها وهصفي الأجهزة بتاعتها وروح أنت بقى حلني قدام القضاء لمدة سنتين. طب لما يبقى القضاء زي ما كان القانون بتاع 99-153 هو الفيصل في الموضوع، ليه إحنا واثقين في القضاء، نثق في الأحكام القضائية سواء القضاء الإداري بشكل خاص لأن هو اللي كان هو اللي بيفصل في القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة. فإن أنت تطلق موضوع الحل ده للسلطة التنفيذية أنا رأيي ده كلام خطير جدا جدا ومفروض ما ينفعش. حتى عزل مجلس الإدارة مفروض يبقى بإجراء قضاء، مش بيبقى ما يبقاش بإجراء إداري، لأن هو التعسف هنا وارد خاصة مع الجمعيات التي تقوم بنشاط حقوقي للدفاع عن مصالح المواطنين. يعني ممكن يبقى في جمعيات خيرية كده وتنموية سيبها شغالة ومش مشكلة هي بتعمل إيه، بس تعالى بقى الجمعيات اللي شغالة في مجال حقوق الإنسان اعمل لها 100 مشكلة. في نفس الوقت بعض الجمعيات اللي التي يعني قريبة من تيارات دينية يتم غض النظر عن ما تقوم به، تقوم بعمل مخالفات ولا يتم النظر لهذه المخالفات. أنا أصلا أنت محتاج قانون محايد وديمقراطي، ومحتاج حوار، يعني ما يبقاش فيه تسريع بنظر هذا المشروع خاصة قدام مجلس الشورى اللي أعطى صلاحيات تشريعية، والكلام ده يعني مرفوض لدى كثير من القوى السياسية، لأن أنت مجلس الشورى ده جاي ب7% من أصوات المصريين لم يكن له صلاحيات تشريعية وقتها، فموجب الدستور اللي هو طبعا عليه عشرات المآخذ مش هنتكلم فيها أعطى الصلاحيات التشريعية وعين يعني تلته تقريبا معين من السلطة التنفيذية، 91 معينين من السلطة التنفيذية، فبالتالي هيبقى ماكينة تشريعية للسلطة التنفيذية تصدر ما ترى وما ترغب فيه من قوانين، بدءا من قانون مجلس النواب لقانون تنظيم التظاهر لقانون العمل الآلي. فلازم انه اللي ينظر في هذا المشروع مجلس النواب، انه هيبقى مجلس منتخب، بس قبل ما يبقى كده لازم قانون الانتخابات نفسه يبقى قانون ديمقراطي وجيد، لانه عليه برضو ملاحظات من جانب القوى السياسية المختلفة. فانا رأيي لازم في حوار، وفي ضمانة انه الحوار حوالين هذا المشروع يتخذ في الاعتبار. عندنا مشروع انا رأيي لازم نبني عليه، هو مشروع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب السابق، مشروع حصل فيه مناقشات من اعضاء اللجنة مع ممثلين للجمعيات الاهلية ومنظمات حقوقية. عندنا مشروع وافق عليه كتير من منظمات حقوق الانسان واودعته واعتمدت عليه لجنة حقوق الانسان، ليه ما نبنيش؟ ليه احنا مستنيين دايما الحكومة هي اللي تعمل لنا مشروع ماشي وما تاخدش المشاريع دي في الاعتبار؟ يعني منظمة مصرية لحقوق الإنسان مقدمة مشروع هي ومركز القاهرة وجماعة التنمية الديمقراطية، اشمعنا يعني يتاخد بالمشاريع المقيدة للعمل الأهلي وما يتاخدش المشاريع بمشاريع أخرى تعتمد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اللي مصر بمناسبة موقعة عليه والنظام السابق في ظل وجوده راح كان عمل مراجعة دورية لحقوق الإنسان في مصر وفي جنيف مجلس حقوق الإنسان، كان دكتور مفيد شهاب وقدم عدد من التعهدات بالملاحظات اللي قدمها المجلس فيما يتعلق بموقف الحكومه المصريه من حقوق الانسان. يعني احنا بنتراجع ولا بنتقدم؟ احنا اذا كنا عايزين نتقدم لازم نسمح للعمل الاهلي ده ان هو يعمل بشكل ديمقراطي وحر، انظمه، انا ما عنديش مشكله في التنظيم، يبقى في جهه تتلقى الورق عشان التاسيس وتضمن انه هذه الجمعيه لا تقوم بعمل مخالف للدستور او القانون، لكن ما يحدث هو اجهاض للعمل الاهلي. والسلطة الحل دي ده سلطة خطيرة جدا 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 لابد انه يتم التراجع عنها. ما ينفعش النهاردة عشان جمعية راحت تنضم لشبكة او ائتلاف عربي او عالمي افرض عليها عقوبات او احل الجمعية، او انه هي زي ما قالوا التوحيد كده بالظبط لو عجزت عن اداء غرضها مين اللي يحكم هي عجزت ولا ما عجزتش؟ طب ما هو العجز ده ليه ظروفه، الموارد المالية وكتير من اللي عاملين في المجال العمل الأهلي بيقول لك ان احنا عندنا 27,000 جمعية او 30,000 جمعية من يمارس العمل الأهلي بشكل حقيقي لا يتعدى 30% من هذه الجمعيات، لان انت بتقفل عليهم المية والنور، بتقفل عليهم الهواء. انت بس بتقول لي دلوقتي لا انا من حقي كمان هخش اي جمعية وافتح الباب واخد الورق واقبض على العامل وحيل الموضوع للشرطة اللي هي بعد كده هتحيل الامر بشكل جنائي، وفي نفس الوقت السلطة التنفيذية تحل الجمعية. استاذ شريف، يعني في اجاز رسالة سيادتك لو عايز توجهها النهاردة هتقول فيها ايه وهتوجهها لمين؟ أنا يعني رسالتي للسلطة التنفيذية إنه هي إذا رغبت بشكل حقيقي في إنه يبقى في عمل أهلي في مصر يساعد في حل مشاكل المواطنين
التنموية والاجتماعية ويوعيهم بحقوق الإنسان وبالقانون وبحقوقهم ماشي، يجب أن نبتعد عن هذا المشروع اللي الوزارة بتتكلم عنه، لأنه ده مشروع قانون قمعي ومستبد، ها، ولم يعني يقم عبر حوار حقيقي وجاد وليس حوارا شكليا مع الجمعيات الأهلية اللي هي مدارة بهذا القانون ماشي، ولم يعتمد في نفس الوقت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اللي وقعت عليها الحكومة المصرية. احنا للأسف انا رأيي ماكينة التشريعات يجب ان تقف، لانه التوجه الغالب عليها هو توجه لإصدار تشريعات مقيدة للحقوق والحريات. واحنا شفنا مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، ده مش تنظيم، ده الإجهاض الحق في التظاهر ماشي، وقوانين كثيره بقى يعني قانون تداول مع مشروع قانون الحق في المعلومات عليه ملاحظات من نقابه الصحفيين ولم يؤخذ رايها في الاعتبار. احنا قانون المشروع قانون الجمعيات الاهليه عليه ملاحظات عديده من الجمعيات الاهليه والاتحادات الاقليميه، ها، ولم ينشا اي حوار بخصوصه. اذا يعني اتكلم عن حوار حقيقي وجاد ويتاخد وجهه نظر هذه المنظمات في الاعتبار عشان نوصل لقانون متوافق عليه. مش هنوصل لقانون متوافق عليه زي ما الدستور ما كانش متوافق عليه يبقى مصر داخله في الحيط. يعني يبقى الناس كلها هتزهق من يعني لن تلجأ للعمل تحت رايه القانون، وهتنزل زي ما احنا بنشوف كده كله هيلجأ للعمل في الشارع ماشي. نتمنى ان احنا نوصل لحل. في نهايه لقائي لا يسعني سوى ان اشكر الناشط الحقوقي الأستاذ شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، اللي استفدنا طبعا من رؤيته النهاردة واتجاهاته وعرضه المنطقي لأهم المواد المقيدة في مشروع قانون جديد أو المزمع طرحه يعني أو المزمع خروجه للنور. بشكرك أستاذ شريف، شرفتنا ونورتنا. أعزائي المشاهدين، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم نبض مصر. بشكركم لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.